بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت في هذه المباراة لقائمة الفيحة. أمامنا واحد من أبرز حكام كرة القدم الأوروبية بطبيعة الحال، حكم التركي جي اليمنى زوري عادل مكانه. تمريرة جميلة خطيرة باتجاه ريباز، ضاعت الكرة، خطيرة الهلال، خطيرة يا هلال يا ريما. أول كورة وأول لمسة وأول دقيقة، الله على عمر يا جماعة، عمر أخربين، لمسة في منتهى الروعة، كرة ريباز في الشباك الجانبي، بداية أولى في المباراة. لا نظن أن الفيحة سيلعب مباراة مثل ما كان عليه الوضع في اللقاء الأخير. صحة يا أصحاب الأرض، انتظار من المشجعين العرضية القائمة الأول، راسية خطيرة لكن عند معيوف الذي ينجح في الوصول على الكرة، يبحث بعد ذلك عن المرتدة، المرتدة يقودها عمر خريبين، تغطية وتدخل، اللعب يستمر، الكرة بدون تركيز بعد عمر خريبين، كرة طويلة من جانب عبد اللطيف، أقصى الجهة اليسرى، الله على اللمسة، عاد تمرير الفرج، عرضية خطيرة يا إلهي، حلوة اللقطة الأخيرة لكن عدت، آسف، هذا مهند فلاتة، هذا مهند فلاتة، هذه اللمسة الرائعة من جانب، نعم سمى الفرج بالعرضية، مهند حاول من جانب خريبين، خطيرة لريباس، ريباس في فرصة والدفاع يتدخل، فرصة هلالية خطيرة جدا في اللقطة الماضية من جانب ريما، هذا تسلل يجد الهلاليين اليوم مجال لأربع أهداف هذا الموسم، صنع اثنين وسجل اثنين، كرة عرضية خطيرة ولكنها تمر وبعد ذلك إلى ضربة مرمى، حلوة اللقطة الأخيرة، حلوة الفرصة لكنها جاءت إلى ضربة مرمى. بالنسبة للفيحة لم تستغل، شوفها من ركبة راتها، صعب اللقطة الماضية وفي الأخير إلى عطيف، عطيف في وسط الملعب، عطيف لمحمد جحفلي، لمسة باتجاه الزوري لكنها بالخطأ، معاذ مر، حسن عاد في الجهة اليمنى مر، ولكن جحفلي عاد في توقيت مناسب وبعد ذلك يكسب الكرة لمصلحة الهلال، خطيرة اللقطة الماضية، بالغ فيها معاذ، هنا عاد بشكل جميل أمام جحفلي، وبعد ذلك التدخل من محمد يلعب كرة إلى وسط الملعب، مهند فلاتة تغطية وتدخل، ريباس يحاول وصول نواف العابد على يمين خريبين، خطيرة الهلال، عمر داخل منطقة الجزاء، الدفاع يتدخل، يا لها من كرة خطيرة يا زعيم، لكن تدخل رائع من الدفاع، مشروع مرتدة للفيحة عن طريق روني فرنانديز، وتمريرة ممتازة خطيرة لمصلحة الفيحة على الجهة اليسرى، عبد الله سالم محاولة مع روني فرنانديز، سالم مر، واه كرة حلوة، الله يا ولد، حلوة اللقطة الماضية من سالم، وجميلة ردة الفعل من معيوف، شوفها كم كانت خطيرة وكم كانت قوية وكم لديه من قوة وردة فعل ذكية، يبعد كرة خطيرة على مرمى الهلاليين، فرصة خطيرة جدا لأصحاب الأرض بهذه الوضعية، بهذا التعادل بدون أهداف، بينما محاولة من جانب الفيحة تزيد لكنها سهلة جدا لخطير، محاولة مع ياسر الشهراني، لمسة عند نواف العابد قوية لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، ليست كرات نواف، ليست العاب نواف، ليست مستويات نواف العابد، يعاني من إصابة، مصحة الفيحة، جون رويس على تنفيذ خطأ، الفيحة في حالة هجوم، كرة عرضية خطيرة لكن ياسر شهراني يتدخل بعدها إلى ركنية الفيحة مرة أخرى، أصحاب الأرض يهاجمون، يحاولون، يتقدمون، فرصة محاولة، الركنية الثانية في الشوط الثاني، الخامسة في المباراة ككل، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، كرة يا روني، الله يا روني فرنانديز، أي كرة عرضية، أي لعبة جميلة، أي فيحة، الله على الكرة، الله على اللعبة، وهدف أول في المباراة، شوفها غفلة من دفاع هنا المحامي يلعبها، وين روني عدت أمام معيوف،
كان ينظر إليها لم ينجح في بعض الكرة، غفلة من الدفاع، هفوة قاتلة والله على الفيحة وعلى فرنانديز وعلى هدف أول يشعل فتيل المباراة. هذا فريق جاء من أجل أن يبقى، ليس من أجل أن يعود الهبوط مرة أخرى أو إلى الدرجة الأولى. مريض اندفاع الهلالي، محاولة عند عطيف من الزوري على اليسار، عرضية من الزوري يا ريما، والتعادل الفيحة من أجل التراجع والبحث عن المرتدات. العابد عرضية أخرى وكرة، يا إلهي، ثاني مرة ريماس يضيع فرصة هلالية خطيرة. العابد العابد العابد، هذا نواف، هذه يساريته، وهذا نواف الحقيقي، لعبة في منطقة من جانب الدفاع. الفيحة عودة مرة أخرى لمهند فلاتة، مهند يلعب كرة لنواف العابد، فرصة تغطية تدخل وبعد ذلك إبعاد. لمسة من جانب سلمان الفرج، خطير على الجهة اليسرى، كرة وياسر يلعبها، التعادل للهلال. ياسر الشهراني، الضغط يولد الانفجار، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، وياسر الشهراني يأتي بالخبر السار، يعودون سريع الهلاليين بالسلامة إن شاء الله لعمر خريبين ولي أيضا عبد الرحمن دغرير. احتكاك كان بينهم في اللقطة الماضية، الله على اللمسة من جانب سلمان الفرج، عمر حارس المرمى تدخل أمامه، وبعد ذلك النهاية كانت بظهير أيسر بثوب المهاجمين، كان ياسر في المكان السليم، وكان التعادل الهلال سريعا بعد محاولة رائعة من جانب سلمان الفرج. 1-1، اشتعلي يا مباراة، اشتعلي يا مباراة، وانتظروا دقائق مثيرة. هدف للفيحة على نهاية المباراة، كرة عرضية خطيرة وكرة عدت من الجميع، يا الله على الفرصة، على الكرة، على اللعبة، كم كانت خطيرة وكم كانت قريبة من الفيحاوية، عندهم فرصة هدف، كانت على اعتاب المرمى. ياسر رياض، تغطية وتدخل بساطة روزمر، جون يلعب كرة بينية خطيرة باتجاه حسن معاذ على حدود منطقة الجزاء، معاذ عدى في مرة أولى يلعب كرة لكنها بعيدة جدا، وفي الأخير إلى ضرباني، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية، توفيق يلعب الكرة العرضية أبو حامد لكنها تبعد، نزلت خطيرة سبريام، يبعدها ياسر الشهراني في اللحظة الأخيرة، يا لها من كرة، سبريام على اعتاب المرمى ضيع كرة خطيرة جدا لمصاعة الفتح، هذه كرة لا زالت متاحة داخل منطقة الجزاء، خطيرة وكرة لكنها بعيدة من جانبية سامي الخيبري، صدمت في الدفاع إسماعيل المعيوف، مرة أخرى عرضية خطيرة وفرصة بالراس والثاني، والله فعلها سبريا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف ثاني للفيحة، يتقدمون يسجلون، الفيحة عن طريق أصبري يا دياز، يا لها من كرة ويا لها من غلطة فادحة من حارس المرمى، شوف اللقطة بعد أن ضيع كرة على اعتاب المرمى، أصبري ينجح بعد ذلك في الوصول إلى شباك إلى شوفه مرة أخرى، المعيوب خروج خاطئ من مرمى، الكرة بعد ذلك تأخذ طريقها لشباك الهلال من جانبي أصبري، يسجل هدفا هلاليا أو هدفا في مرمى الهلال في هذه اللقطة، يا لها من فرحة ويا له من عمل ويا لها من روح جماعية عالية جدا لهذا الفريق اللي لا يمكن أن يهبط بعد ليلة كهذه، لا يمكن أن يهبط الفيحة. لا أظن توم باكتيب يدخل وهلال يحاول راسية، فرصة لكنها تبعد من الدفاع، فرصة لازالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، خاطئة، جاهد يصل الكرة، جاهد يحاول تسديدة تمر بمحاذاة القائم، هوساوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة القائم، دقيقتين كأنها سنتين على الفيحة، وكأنها سنتين على الفيحة من أجل الحصول على 3 نقاط ثمينة، وللمرة الأولى في تاريخهم يحصلون على فوزين متتاليين في الدوري، بالتأكيد أمر مهم جدا طبعا، وإن كانت سنة أولى لكن سنة أولى في طويلة، الكرة للأمام، محاولة تبعد، فرصة ولكن فيها تسلل على سبريب،
العطيف لمسة وتمريرة، محاولة خلف المدافعين، مجاهد في الاستقبال بشكل جميل، المني عمر يلعب كرة، دفاع يتدخل، لا زالت صافرة شاكير تنطلق في هذه الأفران، انتهى كل شيء، الفيحة يفعلها ويهزم الهلال، يلحق الخسارة الأولى بالهلال. لا يمكن أن تدفع كل هذه الأموال وهذه الصفقات الرائعة.